أم عبد الرحمن صفاء الهاشم وصفت الحكومة والمجلس بقصر النظر. عبد الله الرومي قلة الدبرة إني قصر نظر. يعني والله الحكومة بالمرات تحتاج نظارة، بس في الجلسة ممكن نجحت. يعني في مهندسين السياسة نجحوا في كثير منهم. نستمع كلمة الأخت الفاضلة صفاء الهاشم. شكر من القلب للأصوات اللي منحتني الصوت، وقدر الصوت النسائي اللي وصله لهذا الكرسي عشان ينتخب. خسارتي للمنصب ما هي خسارة شخصية لي، خسارة لمكانة المرأة الكويتية كان مكانها على المنصة، شرفياً، دولياً، محلياً، خليجياً، كانت راح تكون شيء مشرف للكويت. للأسف قصر النظر لدى الحكومة ولدى البعض ما شافوه. خسارتي للمنصب يؤكد الإشاعات اللي قالت إني أنا دخلت في صفقة عشان أوصل لأمانة المجلس. أنا كنت أعتقد كون الحكومة فيها وجه نسائي واحد، كون مجلس الأمة في وجه نسائي واحد، 80% من عدد التصويت كان نساء الكويت لكم، ومع ذلك ما وصل لهالشيء. رسالتي إلى الحكومة، أنا أقول لهم شطبتوني من هذا الدريشة، دخلت باب المجلس من بابه، دخلت باب المجلس من بابه. تحية لأم عبد الرحمن. صدق يعني أنا بعد المرات أقول يعني وزيرة واحدة نائبة واحدة كان عطتوها يعني على الأقل أمين سر مراقب. يعني الدرجة الحكومة ما تؤمن بوجود المرأة؟ لازم حكومة ذكورية؟ زين أنا أشوف المرأة تشتغل أحسن من البحر. الله يعين. آخ على تنظيم الإخوان الدول.